هاي في زود بوي. شلون زود؟ خبز في زود؟ هاي زود الوزن. لا يبغى غير عطى واحد ثاني. في عين هاي زود يعني ما نقدر الله يسلمك. الخبز في عين بس تاكل منه ليش؟ اكل منه في زود الله يسلمك عين. شوف الناس انت على كيفك تشوف هذا. والله عيب والله عيب والله عيب. ها؟ والله عيب الصراحة، ما حد يرضى بالحركة. ايش فيك والله عيب. خبازة شنو؟ لا انا بعد هذا كنت من خبزه ما قلنا لك شيء. دوري انا ايش مسوي لك؟ دوري دورك انت او دور غيرك؟ لا ابوي ما يصير الله يسلمك، ما يصير. هاي هاي في زود هي كيف انا عيب؟ كيف من عين؟ والله يا بتعطينا خبز عدل ولا رجع يا اخو؟ عطنا غير، عطنا قروش خبز وايد فاتحين. ما في بعد شلون اعطيك؟ شلون تاكل منه الحين؟ لا ما يصير بعد. هاي هذه حسب الوزن الحين في عين زود وهذه زين. غير هذا الله يخليك، ما يصير نغيره. ما يصير تبي اعلن هاي ما تبي خلاص كيفك يعني. ضروري اذا خبز تاكل منه لازم بعد هاي حسب هاي الوزن ولا شو تقول؟ هذا الخبز اللي عندك ما تاكل من هذا اللي يشتري منه تاكل من عنده. هذه انا هذه حسب وزن مثل هذاك زوج يعني. سوي علي الحين، سوي معاه. شو تسوي بعد؟ شلون بعد تاكل الحين؟ بس هاي شوي زود بعد.